بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 32 بعد 132. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. تكلم الشيخ رحمه الله عن الأسماء الواردة في لسان الشرع مثل الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج، هل هي باقية على معانيها في اللغة أو أن الشرع غير معانيها؟ فيقول رحمه الله: ولفظ الإيمان أمر به مقيدا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين، وكذلك لفظ الكفر مقيدة، ولكن لفظ النفاق قد قيل إنه لم تكن العرب تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم، فإن نفق يشبه خرج، ومنه نفقت الدابة، ومنه نفقت الدابة إذا ماتت، ومنه نافقاء اليربوع، والنفق في الأرض. قال تعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. فالمنافق هو الذي خرج من الإيمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا، وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان. ومن الناس من يسمي من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه، لكن النفاق الذي في القرآن هو النفاق على الرسول، فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها، وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعه. قد بين الرسول تلك الخصائص والإسلام دال عليها، فلا يقال إنها منقولة ولا زيد في الحكم دون الاسم، بل الاسم استعمل على وجه يختص بمراد الشرع ولم يستعمل مطلقا، وهو إنما قال أقيموا الصلاة بعد أن عرفهم الصلاة المأمورة بها، فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونها، ولم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه. ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة إنه عام للمعنى اللغوي أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة، فإن هذا اللفظ إنما ورد خبرا أو أمرا، كقوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وسورة اقرأ من أول ما نزل من القرآن، وكان بعض الكفار إما أبو جهل أو غيره ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وقال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه، فلما رآه ساجدا رأى من الهول نكوصه على عقبيه. فإذا قيل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي صلى الله عليه وسلم لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم، وكان جبرائيل يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لهم أقيموا الصلاة عرفوا أنها تلك الصلاة. وقيل إنه قبل ذلك كان له صلاتان طرفي النهار فكانت أيضا معروفة، فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم، فلا إجمال في ذلك، ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاء وصوما، فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقا، وذلك لم يرد. وكذلك الإيمان والإسلام قد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور، وإنما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهم يسمعون، وقال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لئلا يقتصر على أدنى مسمياتها. وهذا كما في الحديث أنه قال: ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا.
فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج، وكان ذلك مشهورا عندهم في من يظهر حاجته بالسؤال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته بإعطاء الناس له، والسؤال له بمنزلة الحرفة، وهو وإن كان مسكينا يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته، فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبقى مسكينا. وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسأل الناس ولا يعرف فيعطى، فهذا هو الذي يجب أن يقدم في العطاء، فإنه مسكين قطع، وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله. كذلك قوله الإسلام هو الخمس، يريد أن هذا واجب داخل في الإسلام، فليس للإنسان أن يكتفي بالشهادتين. وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل، لا يكتفى فيه بالإيمان المجمل، ولهذا وصف الإسلام بهذا. وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها. ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب. وعنه رواية ثانية لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، ورابعة لا يكفر إلا بترك الصلاة، وخامسة لا يكفر بترك شيء منهن. وهذه أقوال معروفة للسلف. قال الحكم ابن عتيبة: من ترك الصلاة متعمدا كفر، ومن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر. إلى الحلقة القادمة بإذن الله لاستيفاء هذه الأقوال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.